سلام الله عليكم مشاهدينا. أصدر باراك أوباما الجزء الأول من مذكراته سيرته من طفولته إلى مايو أيار 2011 حين اتخذ قراره بتصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. تحدث الرئيس 44 في أرض الميعاد كأنه مفكر وفيلسوف وعالم اجتماع، لا سيما عند توصيفه للواقع الأمريكي والانقسام الحاصل وبشكل خاص مع خليفته دونالد ترامب. ولعل ملاحظاته عن كبار رجال الدولة الأمريكية والسياسيين الأجانب الذين قابلهم تستحق الاهتمام، وتشير إلى جانب ساخر يمتلكه الرئيس السابق وقدرة لاذعة على توصيف الآخرين. وما يهمنا في مذكرات من حكم البيت الأبيض لثمانية أعوام هو أداؤه بالنسبة لقضايانا هنا في المنطقة، فإنه أشار إلى تحكم اللوبي الصهيوني في صنع القرارات وسياسة البيت الأبيض خصوصا تجاه إسرائيل. وعلى الرغم من أن الكتاب يوضح انطباعات شخصية أكثر من تفسير وشرح سياسات وقرارات، إلا أن أوباما ظهر وكأنه مراقب للأحداث أكثر منه فاعل فيها، وهذا يتضح فيما وصفه بالربيع العربي وسقوط أو إسقاط أنظمة في عام 2011. ويعترف أنه اتخذ قرار تنحي مبارك وقصف ليبيا، ويذكر وجهة نظره بالإخوان المسلمين وإردوغان والإسلام السياسي والأصولي وكيف رأى السعودية ودورها. وبالتالي ماذا يمكن أن نستخلص من هذه المذكرات وكشفه لبعض الحقائق وإخفاء تفاصيل ربما يذكرها في الجزء الثاني؟ وهل يقدم أوباما نفسه عرابا لنائبه السابق جوزيف بايدن؟ وهل ينتهج الرئيس الجديد عقيدة أوباما أو ما يعرف بعقيدة أوباما؟ مشاهدينا، في هذه الحلقة من لعبة الأمم نناقش مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وأبرز ما ذكره الكتاب. سيكون معنا في هذه الحلقة المؤرخ والكاتب السياسي الدكتور كمال خلف الطويل، سيطل معنا من واشنطن، وهنا في الاستوديو الكاتبة الأمريكية أبي سيويل. أحييكما ضيفي العزيزين، مساء الخير سيدة سيويل وأيضا دكتور كمال خلف الطويل. مشاهدينا، أرض الميعاد هذا هو الكتاب، كتاب باراك أوباما، حققت هذه المذكرات مبيعات وصلت إلى نحو 890 ألف نسخة في الولايات المتحدة وكندا خلال أول 24 ساعة فقط من طرحها في الأسواق. بلا شك هو رقم قياسي لدار نشر، ومن المتوقع أن تحتل هذا الكتاب أرض الميعاد مرتبة المذكرات الرئاسية الأكثر مبيعا في التاريخ. لماذا؟ هذا ما سنعرفه هذه الحلقة، أيضا سنناقش ما ورد في الكتاب. أعود ورحب بك سيدة سيول. هذا الكتاب لماذا الأكثر مبيعا؟ يعني ما هي مميزات باراك أوباما حتى يكون هذا الكتاب بهذا الشكل من الإقبال على اقتنائه وشرائه فور صدوره؟ أول شيء شكرا لك، أنا كتير مبسوطة أكون معكم. أهلا وسهلا. هلا بدي كفي بالإنجليزي مشان عبر عنها لي أحسن. كما ترتاحي. تمام. Of course, because Obama was الرئيس US president, أوباما كان رئيس الولايات المتحدة، ولأنه تبعه رئيس هو الذي كان يدور بشأنه الجدل الأكبر، ولذلك حظي كتابه باهتمام كبير، لأننا خرجنا من 4 سنوات كانت فيها الكثير من المخطط بعد فترة وولاية أوباما. ويمكن أن نقول أن الولايات المتحدة تمر بفترة حاسمة جدا، وهذا هو سبب الذي يجعل هناك اهتمام كبير بالكتاب. دكتور كمال، إذا كان يسمعنا الدكتور كمال، جاهز معنا الدكتور كمال؟ نعم نعم أسمعك. نعم 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 نعم. دكتور حياك الله، ما تمكننا من الترحيب بك يعني قبل الحلقة، يمكن كان في كنت تستعد للظهور في هذه الحلقة. لكن دكتور، المذكرات حتما اطلعت عليها أو يعني قرأتها أو حتى قرأت ما يعني كتب كثير من المحطات فيها في هذه المذكرات. هل تعتبرها مذكرات ممتعة لافتة فيها أسرار؟ عادة
عندما قرأنا مذكرات هنري كيسنجر، قرأنا مذكرات كثير من السياسيين في أمريكا وغير أمريكا، بدأنا نعرف يعني أو طلعنا على أسرار لم يكن نعرفها في ذلك الوقت، أو كان تفسيرها مختلف، أو كان يعني في أشياء لم نكن نعلم كيف صنعت أو كيف اتخذ فيها القرار. هذا ينطبق على مذكرات باراك أوباما بتقديرك؟ هي عمليا أولا هي لم تنتهي بعد، في لسه جزء ثاني، وأعتقد هو حيكون الأجسم لأنه فيه حيتعرض للقضايا الرئيسة اللي انخرط فيها بدءا من الحرب في سوريا ومرورا. 890 أو قرابة 900 صفحة هي الحقيقة سردية تسجيلية أكثر مما أنه هي تحليلية، يعني هو عم يسرد بتفصيل لا أقول ممل، إنما دعنا نقول يعني بتسريد تفصيلي بسرد تفصيلي كل ما جرى معه من وقائع وحوادث. لكن أنا يعني أقول تالي، هناك محطات كان مروره عليها عابر، يعني موضوع إندونيسيا مثلا، موضوع الصلة بزوج والدته، موضوع ما كان يفعله زوج والدته الاندونيسي، والدته نفسها وخلفيتها، جده لوالدته وخلفيته، هذا كله لم يعني لم يتناوله بشكل اشكال. وانا اعتقد حيجي وقت نحكي بالتفصيل اكثر على هاي المسائل لانه ذات صلة. هلا بالنسبه لاشياء انه مستجده او جديده او فيها جد، دعنا نقول ليس الكثير، لكن يمكن يكون في حيوية بتفصيله النسبي لوقائع الخلاف أو التباين، دعنا نقول اللي جرى حول كيفية التعامل مع ما دعي بالربيع العربي، سيما مصريا. سنتحدث عن هذا دكتور. مصر، السعودية، سوريا، البحرين، وأيضا العلاقة مع إسرائيل، من الأشياء اللافتة المتعلقة بهذه المنطقة التي نتحدث عنها. لكن قبل ذلك يا دكتور، هو تحدث عن شيء هام للغاية، هو حديث الساعة الآن في أوساط الرأي العام، وهو ما يجري داخل أمريكا أو ما يمكن أن نعتبره انقساما داخل أمريكا. اسمح لي أن أعرض بعضا مما قاله في هذا المجال ثم نتناقش فيه مع حضرتك ومع السيدة سيول هنا. مشاهدينا، الانقسام في الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر خوفا هو ما وصلت إليه الديمقراطية الأمريكية التي كانت تقف على حافة الانهيار وتعيش أزمة متجذرة، هكذا يقول الرئيس في التنافس الرئيسي بين رؤيتين مختلفتين لأمريكا، وهي أزمة أدت لتقسيم المؤسسة السياسية وزيادة الغضب وعدم الثقة، وسمحت بانتهاك القيم الديمقراطية والمؤسسات. وهذا التنافس ليس جديدا بالطبع، لكنه بطرق أخرى علمت التجربة الأمريكية، وهو متجسد في الوثائق المؤسسة التي أعلنت في النهاية أن الجميع متساوون، لكنها تعاملت مع الرقيق على أنه ثلاثة أخماس رجل. أعرف أن عملية انتخابية واحدة لا تكفي لحل الأزمة، فانقسامنا عميق وتحدياتنا صعبة. ولو كنت متفائلا بالمستقبل فهذا بسبب لأنني تعلمت الإيمان بإخواني المواطنين، خصوصا الجيل الآتي الذين يؤمنون بقيمة المساواة بين الناس كجزء من طبيعتهم الثانية، ومن المؤكد على تحقيق المبادئ التي علمهم إياها آبائهم وأساتذتهم وقالوا لهم إنها صحيحة لكنهم لم يؤمنوا بها بشكل كامل. هذا مقطع من أرض موعودة يتحدث فيه عن الانقسام الحاصل في الولايات المتحدة. سيد سيول، يقول الرئيس أنه انتخابات واحدة لا تكفي لرأب الصدع في الولايات المتحدة. إذن ما هو ماذا يريد أن يقول الرئيس حول عمق هذا الانقسام الموجود حاليا في أمريكا والذي أظهرته بشكل كبير الانتخابات الأخيرة؟ أصعب الانقسامات التي نراها في الولايات المتحدة الآن تتعلق بالمسائل العنصرية. عندما انتخب الرئيس الأمريكي أوباما، قال أشخاص كثر أن الولايات المتحدة قد مضت قدما في مجال العنصرية وتخطتها، ولكن بعد أحداث السنوات الأخيرة بدأ أن هذه الانقسامات ما زالت موجودة وهناك هذا الإرث من العنصرية
سوريا الذي لم يتم التعاطي معه بعد. ما كان أوباما يحاول أن يعبر عنه فيما كتبه هو أمله في الولايات المتحدة، ولكنه أدرك أن حتى في ذلك الوقت لم يكن هذا الحال، بل كان هناك هذا التطلع الذي كان يسعى إلى أن يتحقق. وإذا ما نظرنا إلى هذه السنوات الماضية نرى أن هذا ما زال طموحا يتم السعي إليه. وبوجهة نظرك سيدة سيول، فوز جو بايدن لا يحل المشكلة، أو يعني كما يصور الآن في الولايات المتحدة أو فريق جو بايدن يصور ذلك، أن الأمور أن أمريكا عادت إلى السكة الطبيعية، أنهم أعادوا الأمور إلى نصابها، الأمر كذلك من وجهة نظرك، أم أنه ما حصل من انقسام سوف يستمر ربما في إدارة بايدن، وربما بعد في الانتخابات المقبلة 2024 سنشهد أيضا المزيد من هذا الانقسام أو يظهر المزيد من هذا الانقسام؟ نعم، أعتقد أن هذه الانقسامات سوف تستمر. بايدن قد جعل جزءا من منصته أنه سيحاول أن يوحد الولايات المتحدة، فيما أن ترامب وغيره من الأشخاص قد نجحوا سياسيا من خلال تقسيم الولايات المتحدة. ولكن الانقسامات الموجودة حاليا في الولايات المتحدة لا أعرف إذا كان باستطاعة رئيس واحد أو ولاية رئاسية واحدة قادرة على تغيير كل شيء بطريقة جذرية. دكتور كمال، حول الانقسام وحول ما قيل أنه باراك أوباما أجل إصدار الكتاب إلى حين اتضاح نتائج الانتخابات الأمريكية، لأن داخل الكتاب كثير من الأشياء التي لن تكون لصالح جو بايدن، منها الموقف من تصفية أسامة بن لادن والذي كان جو بايدن يعارض ذلك، هل تعتقد أنه هذا يعني في مراعاة للتوقيتات في إصدار هذا الكتاب؟ وأيضا حول الانقسام في الولايات المتحدة، تشخيص باراك أوباما لهذا الانقسام في الكتاب تشخيص دقيق وواسع ومنطقي؟ بداية حول موضوع موعد النشر، أعتقد له علاقة أكثر بأنه أراد لكتاب زوجته أن ينفذ أولا وأن يرى المبيع قبل أن ينزل بكتابه، اللي بيعرفه تماما أنه حيكون يعني أكثر وقعا وطلبا من الجمهور. هاي واحد. بالنسبة لقصة والله انه هو مشان ما يزعل بايدن ويقول انه هو كان، يعني اراها اقل اهمية كثير من الموضوع الاول. اما بالنسبة للانقسام، هو بحديث يتحدث بشكل مركز على المسألة العرقية، انه هو كأنه عم يقول انه في عدم ارتياح لدى البيض اجمالا بانه يكون هناك واحد داكن السمرة هو رئيس البلاد. أنا في تقديري أنه هذا عامل، وعامل دعنا نقول وازن، لكن أكيد ليس حاكم، بسبب بسيط واحد، أنه البيض نفسهم منقسمين عموديا وبنسب تكاد تكون يعني قدر يعني بعض الشيء مش متساوية لكن متقاربة. هاي واحد. اثنين، المسألة أوسع وأبعد بكثير من بس والله أنه في حساسية نحو أسود، وهذا موجود، هي أبعد بكثير من هيك، هي العلاقة ب كتلة ضخمة جدا من البشر، جدا الأرقام الدامة هلا لحد هلا في 74,000، وأعتقد مع النهاية حتكون حوالي 75 مليون، وحتنتهي بحوالي 75 مليون، اللي هن قالوا شو؟ قالوا لا لرمز المؤسس الحاكم التقليدية اللي هو بايدن، أكثر ما قالوا نعم لترامب بالأحرى يعني بتقديري. ليش قالوا لا؟ لأنه هؤلاء شبعوا عبر حوالي تقريبا يعني قول معي من حوالي تقريبا على الأقل من نهاية الحرب الباردة إلى الآن، وهم فايتين بالحيط مع هاي المؤسسة الحاكمة. نعم. سواء كان حروب متوالية وإنفاقات حروب لا تنتهي، والأهم أو مش الأهم، وبالتوازي تلك الكارثة المحققة التي لحقت بجمهور واسع من الوسط الأمريكي، الوسط الجغرافي الأمريكي، اللي هي شو؟ العولمة. وبالتالي المسألة إلى أبعاد مش بس والله مقتصرة على حساسية نحو أسود أو نحو لاتيني أو نحو مش عارف مين. والدليل أنه هذا الصوت المحتج الرافض للمؤسسة ولإعلام المؤسسة ولرموز المؤسسة وما يدعى بالبلتوي، ما يدعى بواشنطن بلتوي، هدول اللي عم يمارسوا السياسة، هذا الرفض جذري بشكل باعتقادي أنه لا لن يحل
خلال 4 سنين انه والله عدنا والعود احمد. لا طب لا لا في لا ملاحظه لا. ايضا دكتور، ليس هناك عوده ولا هناك احمد. نعم دكتور، في ملاحظه، يعني خلال 4 سنوات من حكم دونالد ترامب لم يكن نسمع اخبارا عن باراك اوباما مثل باقي الرؤساء الامريكيين الذين يغادرون بعد ولايتين ثم لا تسمع عنهم الا اذا كتبوا مذكرات او الاخره، لكن مجرد فوز جو بايدن بدا الحديث عن باراك اوباما مره اخرى، وكانه جو بايدن هو امتداد لباراك اوباما، او ان ظلال اوباما في هذه ستكون في هذه ال4 سنوات المقبله. يعني يستطيع جو بايدن طبعا ان ينفي يعني مقوله انه استمرار بالقول انه لا 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 انا زلمه يعني بتاع حر نفسي كذا. شوف طبعا في متغيرات لا شك، وبالتالي ما واجهه اخينا اوباما يعني عبر 8 سنين يختلف بعض الشيء هنا وهناك على الذي يواجهه الان اخينا بايدن، ولكن هو بشكل ام باخر قال نعم ام قال نعم هو استمرار لاوباما. وارى اوباما هذا السكون او مش الثبات، دعنا نقول السكون الذي زمنه لاعوام 4 كان مقصودا بحيث لا يبدو وكانه محرك الحوادث، دع الامور تمضي الى ان ياتي وقت الـ يعني في مكر وفي حساب جيد للمسائل. يعني الان القوه التي وراء العرش بين قوسين يعني هو بزخمه كله، سيما وانه عند النصف الاخر من الجمهور، يعني عند النصف الذي لا زال يعلق امالا على مؤسسه حاكمه متجدده دعنا نقول، هو طبعا ما في شك انه الذي ينظر له انه والله بس من خاطر هاد ممكن نبلع هاد، بمعنى نعم. انه هو اللي يعني قدر ان يكون سيما بالايام الاخيره من الحمله ان يبين انه لا تخشون باسا من واحد شوي يعني وظيفته المخيه يعني متردية شوي، ولا من بنت لسه جديدة في المسائل السياسية غير لا تفهم بالخارجي كتير ولا تفهم بالاقتصاد كتير، يعني لا أنا هناك موجود وطاقمي بشكل أم بآخر، بل وحتى من كان من أخذته من أيام كلينتون موجود وصاحب بأس وعنده خبرة و يعني هذه هنا نسأل سيدة سيول، التوصيف الحالي داخل أمريكا بأننا أمام ولاية ثالثة لباراك أوباما توصيف منطقي، يعني من يطلقه معه حق في ذلك أن يقول أننا أمام ولاية ثالثة لباراك أوباما لكن عبر جو بايدن، يعني هل رغم نفي فريق جو بايدن ونفي جو بايدن لذلك، لكن بالأمر الواقع الأمور هكذا؟ هلا ما بعتقد، لأنه أكيد سياسة بايدن تشبه سياسة أوباما، هو كان نائب أوباما وكان عنده علاقة جيدة، بس لازم نتذكر بايدن كان موجود بالسنت من زمان قبل ما إجا أوباما، وهو عنده أفكاره ممكن بيشبهوا أفكار أوباما بس مش بكل التفاصيل، فبظن فينا نتوقع منشوف بإدارة تشابه بايدن واختلاف. اي بس مش بكل التفاصيل، يعني ما بظن في كوبي بيست. يعني بايدن سيتمكن من خط سياسة مستقلة خلال الولاية ال4 سنوات بتقديرك؟ ممكن ذلك. اي بظن، يعني أكيد هو عنده أفكار بيشبهوا أفكار أوباما، بس أي رئيس بده يعمل أثر لحاله، إنه هو أكيد ما بده إنه الناس تضلهم تفكر هو بس أوباما تو، فبظن بدنا نشوف هو رح يجرب يعمل شيء مختلف، بس بشكل عام بظن رح نشوف إنه أكيد في اختلاف. أكيد. يعني قال جو بايدن بأنه نحن أمام عالم مختلف اليوم عن 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 ولاية أوباما، يعني القضايا اختلفت، الأحداث اختلفت. في هذا الكتاب أيضا ضيوفي ومشاهدينا كان في شيء لافت للغاية، يهم منطقتنا وشعوبنا، هي العلاقة مع إسرائيل، علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل. حقيقة هذا الجزء أكثر ما أثار اهتمامي في الكتاب، وربما كثيرين أيضا مثلي، لأنه القول أنه إسرائيل
تؤثر في القرارات الأمريكية أو اللوبي الصهيوني أو اللوبي داخل إسرائيل الإيباك بشكل أساسي لها علاقة بصنع القرار في الولايات المتحدة. ربما باراك أوباما تحدث عن هذه المسألة، يقول في الكتاب الرئيس أوباما: اللوبي الصهيوني في أمريكا أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة يستخدمون الاتهامات بمعاداة السامية من أجل إسكات النقد الموجه إلى السياسات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. إن السياسيين الأمريكيين الذين ينتقدون السياسة الإسرائيلية بصوت مرتفع يخاطرون بأن يوصموا بمعاداة إسرائيل ومن الممكن أيضا معاداة السامية، ويواجهون في الانتخابات التالية بخصم التمويل. طبعا في كلام أكثر من هذا حول العلاقة والطريقة، لكن ربما اختصرناه بهذه الفكرة. أخذ رأيك سيدة سيول بهذه المسألة، يعني أن يقول أن نتحدث كمراقبين أو أو حتى كسياسيين في منطقتنا العربية أو حتى في مناطق أخرى في أمريكا اللاتينية عن تحكم إسرائيل في الولايات المتحدة أو أنه أن تنتقد إسرائيل فهذا مكلف، هذا أمر طبيعي، لكن أن يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن هذا الأمر أنك لا تستطيع أن تنتقد السياسات الإسرائيلية مجرد نقد، يعني لأن هذا سوف يأخذك إلى حملة شرسة تصل في نهاية المطاف إلى أنك معادي للسامية. هذا كلام من رئيس أمريكي، أليس كذلك؟ يعني بالنهاية هذه لأول مرة تحصل. طبعا أكيد هو ما نصر أنه اللوبي اللي بيدعم إسرائيل عنده نفوذ كتير بواشنطن. هو مش اللوبي الوحيد بواشنطن أكيد، بس أكيد عنده تمويل وعنده نفوذ بيامور بواشنطن. مع أنه بظن إذا نزلت الشارع بأي مدينة بأمريكا وسألت أي شخص، يعني أي مواطن أمريكي، الأغلب ما بيهمه إسرائيل، وبصراحة ما بيهمه فلسطين، وما بيهمه السياسة الخارجية بشكل عام. بس جوا واشنطن، داخل واشنطن، أكيد اللوبي هو عنده. هو يقول، وهنا اسمحي لي تتحدثي بالإنجليزية لأنه يعني المسألة هنا تفصيلية، يعني يمكن تعبيراتك باللغة الإنجليزية تكون أدق. هنا يتحدث الرئيس عن أنه الإيباك يجاري اللوبي، يعني اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل أمريكا يجاري إسرائيل في التوجهات قادتها نحو أقصى اليمين، بمعنى أنه في يمين في إسرائيل الآن ومتطرف، فالإيباك المناصر لإسرائيل في أمريكا ذهب معه وأصبح متشدد مثله حيال سياسات أي رئيس. هذا ما يحصل فعلا في الولايات المتحدة؟ I can't speak to it directly, but I can لا يمكنني التحدث بذلك بشكل مباشر، ولكنني سوف أتحدث عما قرأته في الكتاب. عندما قال الرئيس أوباما أنه منذ أن وصل نتنياهو إلى الحكم أخذ السياسة في إسرائيل إلى اليمين، وعلى هذا الأساس مال اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة مع هذه السياسة. ولكن حتى لو شعر الرئيس الأمريكي أن سياسة إسرائيل ليست في مصلحة الولايات المتحدة، هو يعرف أنه إذا ما تحدث ضد ذلك فسوف يواجه حملة ضده في هذه الحالة. يعني دكتور كمال، يعني مسألة أن يتحدث الرئيس الأمريكي عن ذلك يمكن أن نعتبره حدث فريد من نوعه، أن نسمع من رئيس أمريكي يتحدث عن سطوة اللوبي الداعم لإسرائيل داخل الولايات المتحدة بهذا التفصيل. يعني ما المثير للانتباه فعلا القول بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية غير حر في انتقاداته أو في تشخيصه تجاه إسرائيل، لأنه سيواجه باتهامات، هو يقول حتى تحرف، يعني إذا كنت أنت تنتقد السياسات الإسرائيلية
الأمور تأخذ منحى آخر وتتهم بمعاداة السامية وإلى آخره. عزيزي حأجيبك من شقين، لكن أنا قبل ما أجيبك على الناحية اللي هي كتير مهمة بس بدي أقول أنه بالنسبة لموضوع العلاقة بين أوباما وبايدن هي موضوع بالإنجليزي بنقول تعبير بيقول variations on the theme، يعني هي منهج واحد أو منهاج واحد، قراءات قد تكون متباينة حسب الظرف المتغير لا أكثر ولا أقل. أي واحد بالنسبة لموضوع المدعية أو يدعى باللابي الصهيوني وتعليقه عليه، وطبعا في فرادة نسبية فيه، يمكن كارتر سبق وتكلم عنه، لكن ايه في نوع من يعني مش الشجاعة، لا مسائل مش لا تقاس بالشجاعة والجبن هون، بمقدار ما تقاس بما تمثله. شو تمثل؟ طب ليه حتى يجي هلا ويقول اخي هدول اسرائيليين ومش عارف ايش وجماعتهم هون وهو؟ هو لانه هناك كما في انقسام بالمجمع السياسي الامريكي على خطوط عدة، حكينا العولمة، حكينا موضوع الحروب ومكاليفة ومسائل عديدة والمسألة العرقية و و و و، لكن في أيضا شيء اسمه انقسام الذراع اليهودي للمؤسسة، انقسامه على صورة المؤسسة. يعني لم يعد هناك لابي إسرائيلي واحد أو لابي صهيوني واحد أو لابي إسرائيلي شو كمان صهيوني يهودي واحد، لا هناك لابيين، وهو هذا أوباما بما يمثله بالمجمع السياسي الأمريكي، هذا القسم التقليدي له اللي هو دولة الأمن القومي أو سميها ما شئت، دولة العميقة كلها هذه، لم يعد إيباك ذراع اليمين اليهودي سواء الإسرائيلي أم الأمريكي، لم تعد إيباك هي مطرح الهوى، بالعكس صارت الخصم يكاد يكون التليد الذي الآن يمثل الشق اليهودي من المجمع السياسي الأمريكي هي جي ستريت. لكن هون دكتور المد الذي أعطاه دونالد ترامب لإسرائيل في الآونة الأخيرة أكثر مما كانت تتوقعه، يعني إسرائيل حصلت على من إدارة دونالد ترامب على أكثر ما كانت تريده، القدس موحدة، الجولان، صفقة القرن، العلاقات مع دول عربية، الضغط حتى آخر ثانية على السعودية كما مثل ما عم تشوف هالأيام. هذا ألن يكون مشكلة لجو بايدن لاحقا؟ أيا كان سيعطي للإسرائيليين لاحقا سيقولون له هذا قليل، يعني بمعنى أنه أصبح لدى جو بايدن مشكلة هنا في التعاطي مع إسرائيل بعد المد الذي حصلت عليه خلال 4 سنوات الماضية. هون كمان بدي أقول لك جوابي مشقين. هو أعطى لإسرائيله، لتلك الإسرائيل التي على صورته، التي منها يريد أو بها يريد أن تكون وكيل الإقليمي في المنطقة المكلف بمسائل الإقليم، من ما بعرف وين باكستان لموريتانيا، ليتخفف هو يعني كأمريكان يتخفف من أثقال تلك المنطقة، يمارس السيطرة عليها ولكن من خلال الوكيل الإسرائيلي. بينما الشق التقليدي اللي هلأ يعني عاد إلى الصدارة يرى الأمور بمقاربات تختلف. الآن هو مربك اللي تفضلت فيه هلأ أنت، صحيح هو هذا الشق الآن مربك، هو حيعمل أشياء تجميلية ما في شك في ذلك، يفتح القنصلية مرة أخرى بالقدس الشرقية، يعيد المعونات للسلطة الفلسطينية، ممكن شوية حتى على حب النبي مثل ما بيقولوا شوية مساعدات عينية أو إنسانية بين قوسين يعني لغزة، اعتراف جديد بأن المفاوضات يجب أن تعود ومش عارف إيش، لكن هو حياة أنا بتقديري الشخصي ما لم تغير موازين القوى على الأرض الأقليم بشكل أم بآخر لغير ما هي الآن على غير ما هو يعني وضعها الآن، حيعتبر أن المشكلة بعد ذاك بعد كل هاي التحسينات التجميلية هي frozen conflict، هي مشكلة مجمدة، حال مثلا شرق أوكرانيا الصراع بينه وبين الروس حولها، نعم. وأماكن أخرى ممكن حتى نقول بيلاروسيا أو يعني هيك شيء، يعني بمعنى آخر أنا أعيد بعض التحسين حتى أنه لا يقال أنه أنا على طريقة ترامب، لا أنا بدي أعيد زيح من وشي بعض الغلازات اللي يعني جاوز بها المدى، وبالتالي بعد ذلك هذا اللي إجاكم.
نعم دكتور كمال سيدة سيويل ومشاهدينا، سنتوقف مع فاصل قصير، بعده سنتحدث بأشياء أخرى أو عناوين أخرى تحدث عنها الرئيس باراك أوباما في كتابه الجديد. فاصل ونعود. تحيه جديد مشاهدينا في لعبة الأمم، نتحدث فيها عن كتاب باراك أوباما الأرض الموعودة، وخاصة الشق الذي يتحدث فيه عن قضايا وشخصيات أو زعماء في المنطقة العربية. تحدث عن أكثر من شخصية سيدة سيويل في كتابه. كنا نتحدث عن إسرائيل وعلاقة مع الإيباك. الحديث عن نتنياهو بتقديرك، هل أعطى انطباعا أو استنتاجا أن الرئيس يعني في عدم ود تجاه نتنياهو في الكتابة، ليس كذلك؟ Yes, on a personal level, نعم، على صعيد شخصي أعتقد أنه كان من الواضح أنهما لم يتفقا كثيرا، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الرئيس باراك أوباما لم يدعم إسرائيل، بل قال في الكتاب أنه دعم إسرائيل، ولن تجد أي رئيس أمريكي لن يدعم أو سيقول أنه لا يدعم إسرائيل. ولكن على صعيد شخصي بينه وبين نتنياهو يبدو أن الرجلين لا يستلطفان بعضهما البعض. هذا الشعور سيستمر في خلال 4 سنوات جو بايدن، هذه العلاقة الغير مستقرة مع بنيامين نتنياهو؟ لا أعتقد أن الوضع سيكون على المستوى نفسه الذي كان سائدا بين نتنياهو وأوباما. لقد استمعنا إلى كلام نتنياهو عن أن جو بايدن صديق لإسرائيل، ولكن سوف يتعين عليه أن يتعامل مع إدارة بايدن، وبالتالي عليه أن يبدأ من منطلق إيجابي. ولكن طبعا الرئيس بايدن دخل المعترك السياسي قبل رئيس أوباما بوقت طويل، وبالتالي لديه باع أطول، ويشعر نتنياهو بارتياح أكبر بالتعاطي مع شخص لديه هذا التاريخ الطويل في السياسة. في موضوع كل حال موضوع ربما يحتاج نقاش أكثر، لكن أيضا لدي عناوين لابد أن أمر عليها في هذه الحلقة. في الموضوع السعودي، طبعا في الموضوع السعودي مشاهدينا نتحدث عن القلائد الذهبية وعن الهدايا وعن القصور وعن القصور في الصحراء وإلى آخره، وكل هذه المسائل التي يعني تشير إلى الحفاوة الاستقبال والترف وإلى آخره. لكن يقول فيما يتعلق بالسعودية في الكتاب مشاهدينا، يمكن للنظام الملكي السعودي أن يشعر بالرضا إزاء تجنب ثورة على النمط الإيراني سواء داخل حدوده أو لدى شركائه الخليجيين، على الرغم من أن الحفاظ على هذا النظام لا يزال يتطلب خدمة أمنية داخلية قمعية ورقابية إعلامية واسعة، لكنه فعل ذلك على حساب تسريع الحركة الأصولية العابرة للحدود الوطنية والتي احتقرت التأثيرات الغربية وظلت متشككة في المداعبات السعودية مع الولايات المتحدة، وصولا إلى ظهور شبان مسلمين يحملون أفكارا متطرفة ضد واشنطن، ولكنهم قريبون بالوقت ذاته من أمراء في الرياض ويختزلهم شخص أسامة بن لادن. دكتور كمال خلف الطويل، التشخيص قديم، يعني يبدو باراك أوباما تحدث عن تلك المرحلة، لكن في السعودية جرت مياه كثيرة خلال 4 سنوات دونالد ترامب على صعيد الداخل السعودي وعلى صعيد الحديث عن الحركة الأصولية والوهابية. محمد بن سلمان ضرب هذه المسائل أو يضربها حاليا بشكل كبير، والسعودية تذهب إلى مكان آخر، صار في ترفيه يعني وزارة الترفيه أو هيئة الترفيه وإلى آخره. المسألة اختلفت الآن، ليس كذلك؟ يعني أولا بداية في مخاتلة بهذا الحديث بالقول إن والله هم أنجوا أنفسهم من مصير الشاه بأن توهبنوا زيادة عن اللزوم. هذا الحكي هذا اللي اسمه الأممية الوهابية دعني أسميه، مع آخر 79
بعد عملية جهيمان العتيبي تمت بالتراضي مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وكانت الوقود العقائدي لحرب ما دعي بالجهاد الأفغاني. فيعني هذا الحكي طاح حنك كما يقال. هلا انه والله محمد بن سلمان ازال تلك الغشاوه عن بصر السعوديين وصار هلا بالتالي رمز الحداثه، وبالتالي حيبلع من قبل المؤسسه الحاكمه التقليديه الان بالولايات المتحده. لا لا ارى ذلك. ليش؟ لانه بميزان الارباح والخسائر لدى المؤسسه التقليديه الحاكمه العائد الان الى مقاليد، يعني اسنم مقاليد الحكم بشكل لدى، هي ترى اعتقد انه كما بنتنياهو على فكره ترى فيه ضررا ازود من اي مكسب تاتى من خلاله حداثويا. هو ترى به واحد مشتط، واحد واثنين صفى برعونه متناهيه، ما كان يعني ابن يعني مش بار يعني مقبول ومراد لدى المؤسسه وهو خاشقجي. الامر الثالث انه مندفع يعني بشكل مهول بسرعه ضوئيه لا تريدها، يعني هي بتعرف كمان ارباكات الشيء مع المستقبل سواء كان متوسط الامد ام الاطول امدا. الامر الاخير ايضا انه يعني استمرار، رغم انهم باي ذا واي يعني هم اوباما كان معه حليفا ولو يعني عن بعد شوي بموضوع حرب اليمن عندما شنت لنوع من انه لارضائهم امام ما كان اتفاق نووي اجري وقتها يعني مع ايران، انه لا تخافوا ليك انا كمان عم بساعدكم هون وبعرف ايش، ومعلومات استخباريه وقذائف موجهه وكلام من النوع. الان يريدون وقفا لها وعلى حساب النظام الحاكم. انا اعتقد انه الباكج تبع محمد بن سلمان لا يتواءم، ممكن يكون في فتره انتظاريه لكن هو لا يتواءم مع المراد سعوديا، والحال كذلك مع نتنياهو بالنسبه لجميل اسرائيل. دكتور، في مساله الان هي العلاقه السعوديه الاسرائيليه، وكل يعني وسائل الاعلام الاسرائيليه تقول بنيامين نتنياهو زار جده او زار مدينه نيوم، تبوك نيوم. زار نيوم واجتمع مع محمد بن سلمان ووزير الخارجيه الامريكيه بومبيو. هون بتقديرك دكتور السعوديين ياخذون ورقه قبل رحيل الاداره الحاليه تكون ضمانة لهم في عند جو بايدن، بمعنى أن لا يستطيع جو بايدن إيقاف هذا المسار نهائيا؟ يعني هل السعوديين يدافعون الآن عن أنفسهم من خلال الذهاب إلى علاقة مع بنيامين نتنياهو، أم أن هذا مسار سوف يستكمل ويبقى، أم أنهم يعني تشخيص المسألة الآن كيف تراها؟ هذا حلف المنبوذان لدى المؤسسة التقليدية الحاكمة الأمريكية. يعني يحذران تلك المؤسسة من أن تمضي أبعد من أي شيء يعني، وأن لا تمسهما أحدهما يحتاج الآخر. ولكن الأقوى في المعادلة هي اليمين الإسرائيلي الحاكم، ومن ثم لاحظ اللي يعني هيك ايش بيقولوا الإحراج الذي تسبب به لمحمد بن سلمان نتنياهو بأن أعلن عن الزيارة، ويعني كان يتوقع كان يتوقع انه ما في داعي للاعلان الان، يعني في نوع من الاحراج وهذا، ولذلك صمت بومبيو، صمت القبور. يعني كان ربما وضع السعوديه امام امر الواقع، او ربما يعني سياسه جس النبض، ويعني حتى لا تكون الامور صدمه والى اخره، ربما يكون متفق عليها. وكذلك حلفائه في الحكم. لكن في موضوع الخليج سيدة سيويل، يعني النظرة النمطية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تأمر حكام الخليج، يعني هكذا يبدو، يعني في أكثر من مثال على واقعية ذلك، أنها عندما تأمر، يعني عندما تحدث عن مصر، إذا كان عنده وقت إن شاء الله سأتحدث عن مصر، لكن عندما تحدث عن مصر قال أنه طلب من حسني مبارك أن يتنحى، والرجل طالما رفعت الولايات المتحدة الغطاء تواصلت مع المستوى الثاني أو الثالث في الإدارة المصرية، تم تنحية مبارك. لكن عندما يتحدث عن الخليج باراك أوباما، هو ينفي الصورة النمطية أن أمريكا تأمر حكام الخليج. يعني هو يقول، يعني عندما ذكر البحرين
على سبيل المثال كيف تعاطى مع مسألة البحرين عندما تحدث عن محمد بن زايد والمكالمة بينه وبين محمد بن زايد وقال أنه هذا أذكى حاكم في الخليج، بدأ وكأنه لا، الولايات المتحدة الأمريكية لا تضبط أو لا تتحكم بالسياسات الخليجية بالكامل، فيها مش لهذه الدول للتحرك. Yes, I mean, نعم. I don't think you can say لا أعتقد أنه يمكن القول أن الولايات المتحدة تضبط كل الأمور أو تسيطر على كل الأمور. طبعا للولايات المتحدة نفوذ كبير بفعل القوات العسكرية والتمويل الذي تقدمه، ولكن طبعا هناك حدود لذلك. القوى العسكرية تعتمد على التهديد، فيما إذا كانت ستستخدم القوى العسكرية، هل ستستخدم الولايات المتحدة القوى العسكرية ضد السعودية أو الإمارات العربية؟ الجواب هو لا، وبالتالي يبقى هناك مسألة التمويل، ولكن هل سوف تقطع التمويل؟ هل جو بايدن يقول حاليا أنه ربما سوف يتم قطع التمويل عن الحرب في اليمن، وربما يمكن أن يرى أو ينظر إلى ذلك على أنه نوع من السيطرة على الأمور، ولكن هناك طبعا سيطرة محدودة إذا ما صح القول. في هناك يعني أنا أشير إلى بعض المفارقات إذا لم أقل تناقض، يعني عندما تحدث عن الرئيس المصري حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير أوحى من خلال أو تم الاستنتاج من خلال الكتاب بأنه باراك أوباما كان له اليد العليا في القرار، في قرار تنحية مبارك، قال هذه الدولة نعطيها مساعدات وبالتالي احنا قادرين على انه نلعب دورا فاعلا فيها. وحتى هذه المسألة الآن محل جدل بالمناسبة بين المعارضة المصرية والسلطة في مصر، يعني مسألة تنحية مبارك ان كان قرار امريكي او غير ذلك، بينما عندما تحدث عن البحرين قال يعني الامارات والسعودية منعوني من ان اقوم بشيء في البحرين، لم استطيع ان اقوم بشيء في البحرين. يعني بدأ في الحالة المصرية فاعلا ومقررا، في الحالة البحرينية عاجز تماما لأنه في مصالح للولايات المتحدة في هذه الدول. هذه المقاربة فيها مفارقة، فيها تناقض، دولة كبيرة من مثل مصر يتنحى رئيسها بينما دولة مثل البحرين يتم منعه من القيام بأي عمل، قادرين فعلا كانوا على منعه؟ Obviously there is a contrast. بالطبع هناك تناقض. لا أعرف أين هي هذه العوامل التي أثرت على الوضع في مصر مقارنة بالبحرين. ربما أن دول الخليج والسعودية لم تتدخل كثيرا في مسألة مصر كما فعلت في البحرين، وذكر باراك أوباما أن السعودية كانت معارضة تنحي رئيس مبارك لأن هذا سيعني أن الإخوان المسلمين سوف يأخذون زمام الأمور، ولكن في نهاية المطاف يبدو أن السعودية لم تضع ثقلها لكي تمنع تنحي الرئيس مبارك. لو فعلوا كان الموقف الأمريكي اختلف؟ I don't know. لا أعرف. I can only know what he told us in the book. لا يمكنني أن أتكهن بما قاله اختلف في البحرين. سنتحدث عن موضوع طبعا البحرين، لكن قبل ذلك في الموضوع المصري دكتور كمال خلف الطويل، كيف ترى هذه المسألة؟ خاصة امبارح كنا نشاهد أحد نشطاء ثورة 25 يناير دكتور كمال قال شفتوا احنا كنا بالميدان التحرير ومفكرين انه نحن من اسقطنا مبارك واحتفلنا والى اخره، هاي طلع الرئيس الامريكي هو بقرار منه من اسقط مبارك، نحن لم نكن اصحاب يعني الاحتفال الحقيقي، خاصه انه الرئيس الامريكي قال كان يكفي انه يتصل بالاستخبارات والجيش ويقول لهم انه لا شيء سيتغير اذا رحل مبارك، وكان هذه كلمة السر على ما يبدو حتى تنحى الرئيس مبارك. كيف نقارب
هذه المسألة دكتور كمال ربطا بموضوع الخليج، التعامل مع البحرين الذي أشار إليه. يا عزيزي، كل من إسرائيل نتنياهو بهذاك الوقت وكذلك السعودية وغير السعودية من الخليج سعوا كل ما في وسعهم وما في طاقتهم لإنقاذ حسني مبارك، ولم يتم ذلك. ليش لم يتم ذلك؟ إنه الموضوع له علاقة بأشياء داخلية مصرية نظرت إليها الولايات المتحدة أو من كان حاكما فيها بعين العطف. لا تنسى إنه خلفية الحدث اللي صار بمصر في حينه على خلفية تزوير الانتخابات النيابية بنوفمبر 10، وأهم من هيك على خلفية توريث ابنه، وبالتالي كان الجيش مستعدا أن يقلب الوضع. ولما أتت الشرارة الشعبية وحقيقية كانت ليست مفتعلة، عندما أتت بالتالي صار في توافق ما بين رؤية الجيش بإزالة هذا الرجل اللي ما يحمله من مشروع توريث لعائلته أو لابنه بالتحديد، وما بين ما يريد الناس من الخلاص من 30 سنة من طاغوت. لذلك المسألة يعني إلى هذا. أما والله أنه هل كانوا يستطيعون أن يملوا على الولايات المتحدة؟ بالتأكيد لا. شوف عزيزي، في دوما هامش ومتن. أنت حتى استعملت التعبير بدقة، هناك هامش ومتن. المتن أمريكي والهامش متروبول وأطراف، يعني الذين في المحيط. هؤلاء هامش ليس ضيق وممكن اتساعه حسب ظرف المحيط وترب، يعني وترى الولايات المتحدة المسألة بعين العطف. يعني ما في مشكل أنه عشان خذ مثال الملك حسين ودخوله بحرب 67، لا دوما في هامش وفي مرونة بالتعامل مع هاي الهوامش، لكن هناك سقف غير مرئي وهناك مرجعية ثابتة، وبالتالي لا، القول الفصل والأخير هو الولايات المتحدة في مسائل لها صلة بالأطراف المتحالفة معه. طيب دكتور، في ما يتعلق بأحداث سوريا والبحرين، طبعا أحداث سوريا مر عليها مرور ربما لأنه الكتاب حتى 2011، لا أعرف الكتاب المقبل الجزء الثاني ماذا سيقول، لأنه أنت تعرف يعني في سوريا لا زال الصندوق الأسود مغلقا حول ما جرى في سوريا، إن كان سيفتح هذا الصندوق أو لا. لكن فيما يتعلق بسوريا والبحرين حتى 2011، يقول الرئيس الأمريكي: صرفت وفريقي ساعات ونحن نصارع القرار حول كيفية تأثير الولايات المتحدة في الأحداث داخل سوريا والبحرين. خياراتنا كانت محدودة على نحو مؤلم. كانت سوريا خصما للولايات المتحدة منذ أمد بعيد، حليفة تاريخية مع روسيا وإيران، ومساندة لحزب الله. وفي غياب الروافع الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية التي كنا نمتلكها في مصر، فإن ما قمنا به من إدانات رسمية لنظام الأسد ثم فرض حصار أمريكي لاحقا لم يكن له تأثير فعلي، وكان في وسع الأسد الاعتماد على روسيا لاستخدام الفيتو ضد أي مجهود لفرض عقوبات دولية عبر مجلس الأمن في الأمم المتحدة بالتنسيق مع السعوديين والإماراتيين. كان النظام البحريني سيجبرنا على الاختيار، وكان الجميع على دراية بأنه عندما حان وقت الضغط لم نتمكن من المخاطرة بموقعنا الاستراتيجي في الشرق الأوسط بقطع العلاقات مع ثلاث دول خليجية. دكتور كمال، في موضوع البحرين وسوريا، المسألة يعني تثير المقارنة. هنا في سوريا ليس ثمة مصالح، جرى ما جرى في سوريا، لكن في البحرين كان في مصالح، ولكن وهذا كان له تأثير أنه لم يتم. هو يشير إلى مسألة القيم والمصالح، والمصالح انتصرت على القيم فيما يتعلق بالبحرين حسب ما يرى الرئيس الأمريكي. بالمقارنة الأخرى مع سوريا، في سوريا ليس ثمة مصالح، فيعني حاولوا وبعدين صار بعد سنة 2011 الكثير من الأحداث، لكن في البحرين ثمة مصالح، لذلك لم نفعل شيئا. عزيزي، أولا بالنسبة لموضوع سوريا، الكلمة المفتاح بهذه الفقرة اللي أشرت إليها هي أنه سوريا في الموقع الآخر على ضفة أخرى، وهذا حقيقي على الأقل منذ عام 57. وأعتقد أنه مفتاح المسألة هي أن تضع جملة معاكسة، وهي استرداد سوريا. وبالتالي كلامه حول أنه غير مهمة ومش عارف إيش، وأنه ما كان في لدينا من وسائط إلا إذا عنه يمكن عام 11 تحديده، بس لا
وسائط كثيرة وزولت ومورست سواء كان عبر حلفاء إقليميين أم مباشرة بالتحديد بدءا من يعني دعنا نقول من 12. لا 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 لا, لا. عمل الكثير في سوريا وحيتحدث أنا متأكد يعني في كتابه اللاحق عنه بالتفصيل وحنحكي نحن عنه بالتفصيل بعد ذلك. هلا اللي بدي أقوله إنه كلمة سوريا غير مهمة، مين قال غير مهمة له؟ سوريا مهمة جدا للولايات المتحدة ولسواها، دولة مفتاح ودولة حاتمة، لا أبدا، وبالتالي في مصالح له في سوريا، مش موضوع ولا قيم ومبادئ، واحد يصدق الحكي يعني إنه هو عايش على المبادئ والقيم ومش عارف إيش وهذا. بالنسبة للبحرين لا طبعا، البحرين هي قاعدة الأسطول الخامس. البحرين إن سلمت أو دعنا نقول إن تركت على عواهنها بمعنى أم بآخر بتقدير المؤسس الحاكم هنا ذهبت إلى إيران، وبالتالي لا يمكن القبول بذلك. مش والله أنه هو بالنسبة لليبيا دكتور أيضا وضغط عليه فلان وعلان ومش عارف إيش ويا حرام وما عارف ينام، لا 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 مبتوتة طبعا. تحدث عن ليبيا، أخذ منك بس يعني وقت انتهى تماما دكتور. بالنسبة لليبيا ثمة ملاحظات يمكن قولها على ما تحدث به؟ والله هاي الحالة بدنا نص ساعة أكثر والله. بدي أقول التالي، أضحكني قوله أنه هو قاعد هيك بحفلة وهيك خلال ساعة رسم خطة جهنمية تختلف عما كان قدم له من مقترحات أسيدي، وانه اتى لهم بعدين هيك وقال قالوا له يا للهول يا للهول قد ايه عظيم انت بهالفكره هاي. قام شو صارت ليبيا 20 شق في اس دي من وقت لهلا، والى الان حيران الولايات المتحده وسواها كيف يلملوا مساله الحرب المتفلته هاي ومشاكلها بالنسبه للمهاجرين والهجره الى اوروبا والف شغله والسلاح المتفلت و لذلك انا لا يعني ارى انه ما فعله في ليبيا يعني لما بحكي بمقياس أمريكي مش عربي، بمقياس أمريكي يعني كمن أطلق على رجله أو على قدمه رصاصة. ويعني دكتور كمال خلف الطويل كاتب السياسي من واشنطن، أشكرك جزيل الشكر. سيدة والكاتبة السياسية الأمريكية سيدة أبي سيويل، شكرا لحضورك هنا في الاستوديو. ومشاهدينا لعبة الأمم انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.